لهذا برنامج عمل ديال الجماعه، وغادي يعطيكم السيد الرئيس والمجلس هذاك البرنامج باش تواكبوا معاه، اللي غادي تقريبا يجلس 6 شهور ولا 7 شهور باش تخرجوا كاع الدوائر باش تجيبوا الحاجيات ديالهم. اذا هذا في البدايه، كما انه يحيي يعني المراه المنتخبه والفعاليات ديال المجتمع المدني، لان المشرع من خلال الدستور زاد هذه الاليات ديال التحاور والتشاور اللي غادي تساعد المجلس في كقوه اقتراحيه، وتساعدوا حتى في الانخراط في العمليه ديال بناء هذه السياسه العموميه المحليه لهذا المشروع المجتمعي المحلي يلبي حاجيات ديالها. اذا تحيه لكم جميعا، تحيه حتى للمجلس على الانفتاح ديالو على الساكنه ديالو مزيان من خلال هذا الحضور هذا واستدعاء جميع الفرقاء. اولا غادي نقول لكم بعد اولا شكون هو، يعني حنا اللي غادي نواكبكم في هذه الجماعات على غرار يعني المشروع الاول ديال المخطط الجماعي للتنميه اللي كانت وكبتكم ديك الساعه الوكاله التنميه الاجتماعيه، واللي فعلا بعد ما عطاتكم المنتوج ديال المخطط ما دارتش تقييم ولا تتبع وما شاركتش معكم في التنفيذ ديال هذا المخطط، وهذا الشيء اللي خلى الوزاره باش تحدث واحد الوظيفه سمتها وكيل التنميه الاقليميه. شاركنا فيها ديك الساعه يعني كما وضعت تاسست هذه الوظيفه مباشره بعد الدستور اللي غادي يتضح من بعد. اذا وكيل التنميه هو احد الموارد البشريه الموضوعه راه الاشاره ديال الجماعه لمواكبتها اثناء اعداد برنامجها التنموي. تم انتقاؤه وفق منهجيه صارمه بين 303 مرشح ينتمي للعملات والاقاليم واخذاع لتكوين مكتف لمدته 8 شهور من تاريخ 27 يونيو الى 24 فبراير 2012، حيث تابعت سلك التكوين المنظم من طرف وزاره الداخليه بشراكه مع الوكاله الكنديه للتنميه الدوليه مشروع الحكمه المحليه بالمغرب في الوحدات التاليه: مراحل واليات اعداد وانجاج وتتبع التخطيط التنموي الجماعي تقريبا 105 ساعه، ادماج المقاربه ديال النوع الاجتماعي والتواصل والبرمجات والميزانه 35 ساعه، الشراكه والتعاون 35 ساعه، وكنا درنا واحد التدريب ميداني فوق 60 يوما. اذا كما قلنا هي وظيفه محدثه على صعيد العمالات والاقاليم لضمان الظروف المثلى لعمليه التخطيط الاستراتيجي. تم احداث هذه الوظيفه منذ 2011 وتندرج ضمن هياكل التنظيم الاداري القائم على صعيد العمالات والاقاليم كوسيله لضمان ديمومه والبيرمانون ديما واستمرار مهمه المواكبه دون الاعتماد على جهات خارجيه، يعني تنقصد هنا ليبيريتيود لممارستها، لان تدخل هذه الجهات يعني ليبيريتي لن يكون الا ظرفيا ولن يلزم الفاعلين المحليين الرئيسيين الا بصفه نسبيه. هذا هو التقييم اللي دار ديك الساعه الوزاره الداخليه في انيفاليسيون اللي حضر ليها السيد وزير الداخليه هذاك. اشنو هي الاهداف ديال هذا وكيل التنميه؟ هو تعزيز قدرات، هي بين الحوايج اللي ما دارتش وكاله التنميه انه ما نقلاتش لكم الخبره باش توليو انتم تقدروا ديروا تعرفوا يعني يكون عندكم قدره. تعزيز قدرات المجالس الجامعيه بصفتها صاحبه المشروع قصد تمكينها من التحكم في مسلسل اعداد برامجها. تشجيع ديناميه التعلم، يعني خصكم تتعلموا، وتطوير المهارات الخاصه للجماعه الترابيه كي تتملك المفاهيم والادوات والاساليب المتعلقه بالتخطيط الاستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بالمقاربه التشاركيه وادماج النوع الاجتماعي والبرجه المتعدده السنوات. إذا وكيل التنمية تيدير الإخبار، تيدير التحسيس، تيدير التنشيط، تيدير التكوين، تيدير الدعم التقني، تيدير المواكبة، وتيسر العملية ديال التخطيط. أشنو هي المكاسب اللي ممكن نجيبو حنا للجماعة؟ تتميز مهمة المواكبة التي يقوم بها وكيل التنمية بالقرب، هي حنا ديما في العملة، والاستمرارية حيث تهم مختلف المراحل، حيث هذه العملية ديال التخطيط فيها مراحل، تهم المراحل التي تمر منها عملية التخطيط، تبسيط الخطة، تنبسطوها، تنديروا لها الملائمة مع المنهجيه والخصوصيات المحليه، هي قوه عمل خصنا نزيدوا هذه القوه العمل يولي الديناميكيه ديال المجال، وهذا هو الاهم واللي الهدف الاسمى، يساهم في تنسيق تدخلات الفاعلين على المستوى الميداني. اشنو هي القيمه المضافه؟ شنو غادي نزيدوا للجماعه؟ يساعد المجالس الجامعه على استيعاب الالتزامات الناتجه عن المقتضيات القانونيه والتنظيميه، كنفسروا القانون، وبخصوص مقاصد الاصلاحات القائمه، شنو هو الهدف من هذه الاصلاحات اللي تدار على مستوى المملكه، خاصه اللي تتهم الجماعات الترابيه. يساعد المجالس الجماعيه على القيام بالمهام الاختيارات الصائبه
يعني انه ممكن تيكون واحد شويه ما تيبانليش طريق تنساعدوا الرئيس على اساس بلا ما نكونوا بديل عليه، ولكن تنقويو القدرات ديالو باش يختار الطريق فين غادي يمشي. انجع الطرق ولقياده المخطط يبسط المفهوم ديال المشاركه ويؤثر الاجراء ديالها. اذا هذه هي المهام ديال وكيل التنميه. غادي ندوز دابا باش نحاولوا ننزلوا هذا الشيء كيفاش، علاش ولات الجامعه خاصه التخطيط، ولاش علاش المشرع الدستوري رجع للتخطيط. كما تلاحظوا بانه الدستور ديال 2011 اول حاجه جابها بانه دخل واحد الفصل ولا الباب التاسع عطاه كامل الجماعات الترابيه، من بين الحوايج اللي جات فيها تيقول بانه راه التنظيم اللامركزي اللي ولا تيديروا المغرب هو التنظيم الترابي اللي تيديروا مبني على اللامركزيه في اطار الجهويه المتقدمه. اش تيعني هذا؟ بانه راه الدوله والجماعات الترابيه تتقاسم هذا المجال الترابي باش تنميه، وتيقول بان البناء المؤسساتي غادي تقاسم ثاني الدوله مع الجماعات الترابيه، وعطى هذا كما قلت هذا الباب كامل عطاه في الدستور الجماعات الترابيه. هي كانت في الاول عندها ثلاثه ديال الفصول اللي كانت في الدستور السابقه، دابا ولا عطاها 12 فصل. واحد من بين الحوايج اللي جابها هو انه غير ليها السميه، قال ليها ما بغاديش نبقاو نقولوا ليها الجماعات المحليه باش للدلاله على الوظيفه الاداريه، ولكن غادي نوليو نقولوا لها الجماعات الترابيه لانه هو المدخل الاساسي للتنميه المستدامه والبعد الترابي. ثانيا انه خلق واحد جوج صندوقين على مستوى الجهه وبواء الجهه، يعني المكانه يعني المتقدمه على مستوى الجماعات الاخرى، الى جانب انه اول مره تنشئ اليات ديال الحوار والتشاور اللي سميناها هيئه يعني المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، ودار في القانون الداخلي ديال الجامعات باش يبدا المجلس يتلاقى مع المواطنين واعطاهم الحق باش يديروا حتى عرائض في حاله الى ما تدرجتش شي نقطه في جدول الاعمال اللي تتهم الاختصاصات ديال الجماعات الترابيه. كما انه ساعد الناس اللي تنتخبوا في الغرفه الثانيه ديال المستشارين باش ينفذوا هذه السياسه ديال الدوله واعداد السياسه الترابيه ديال الجهات يعني والجامعات والاقاليم. اذا لاحظوا بانه عطى واحد المكانه مهمه، وفاش بغى ينزل على المستوى القانوني خرج واحد القانون سميتو السميه ديالو هي 14، تنقولوا له 14113، وعطاها مجموعه ديال الاختصاصات، ومن هذوك الاختصاصات واحد الاختصاص الذاتي، كاين الاختصاصات الذاتيه وكاين الاختصاصات يعني المشتركه مع الدوله، وكاينه اللي منقوله من الطرفات الاخيره تتعطيها لي فين ما وفق واحد المبدا ديال التدريج والتمايز، وتعطاتو باش يدبر الجماعات وفق واحد جوج المبادئ حتى هما اللي هو مبدا ديال التفريع اللي ممكن نوضحوه بشكل بسيط، هو انه داكشي اللي قد ولات الاختصاصات واضحه، داكشي اللي تدير الجماعه تديرو، ولكن اللي ما قداش عليه تيديرو المجلس الاقليمي، واللي ما قدش عليه المجلس الاقليمي تديرو الجهه. ولا شفنا بانه هاد ثلاثه ديال الجماعات الترابيه تنطلعوا الجماعه الترابيه الام اللي هي الدوله اللي قلنا قبيله تتقاسم، ممكن هي تدخل لان المقومات ولا الموارد الذاتيه ديال الجامعه يعني ما قادراش باش تسير التنميه، تدخل الدوله وتتعاون ديك الجامعه. اذا لاحظوا شحال يعني من الامتيازات اللي تعطات الجامعات الترابيه. من بين هاد الاختصاصات اللي تعطات، فاش قلت نرجعوا للتخطيط، قال لي خصك ديري واحد البرنامج عمل سماوه برنامج عمل ديال الجامعه اللي خص دير فيه اش بغيتي دير كاع في الولايه ديالك وفق واحد الرؤيه ديال 20 عام ولا 15 عام. يعني انه لا فيزيون خص تكون ذات البعد المتوسط يعني في الرؤيه ديالك، ولكن غادي تقول لنا اش غادي دير في ديك 6 سنين ديال الولايه ديالك ولا ديال الفتره الانتدابيه ديالك باش يعرفوا الناس نوليو نخدموا بالاهداف. وكل وهذاك البرنامج خص يعكس الحاجيات ديال السكان. وقال لنا اشنو هي الطريقه باش غادي نخدموا، لان التخطيط ما غاديش نسمعوا برنامج عمل ونقولوا راه مجموعه ديال المشاريع ونجيو نحطوها، لا، عطى بانه خص الدار بواحد الوظيفه ديال الحكامه الترابيه باش كلشي يشارك، هي سماها التخطيط الاستراتيجي يعني التشارك او لا التخطيط الاستراتيجي المحلي. اشنو هي هاد الحوايج اللي تيكونوا في التخطيط الاستراتيجي المحلي؟ هي انه ودي راه خصش بعدا نبداو بواحد التشخيص، ما ممكنش نعرفوا اش خاصنا، او لا المريض ما ممكنش يعرف اش المرض عنده الى ما دارش التشخيص يدوز عند الطبيب. حتى نتوما ما ممكنش شي واحد يجلس في البيرو هنا ويقول هذوك الشباب راه خاصهم كذا، المراه خاصها كذا، الطفل خاصو كذا، لا. ولاو خرجوا بطريقه جديده، وهذا الشيء اللي غادي تكتسبوه من خلال فاش قلنا قبيله التعلم
وتطوير المهارات باش توليو تعرفوا حتى نتوما هاد الادوات بحال هذيك الادوات ديال المدرسه، ها اللوحه ها المسطره هكذا كنخدموا حتى التخطيط بهاد الوسائل هذه. تقريبا كاينه شي 40 اليه غادي تكتسبوها في التكوين ان شاء الله على مستوى الدوائر. غادي نديروا التكوين من بين قلت المراحل اللي مهمه واساسيه هي التشخيص. يعني الا ما عرفتيش اش خاصك ما ممكنش تبني واحد الرؤيه على المزاج ديالك او لا تنفرد بهذيك الرؤيه. حيت المشرع ما بقاش قال لك اودي الديمقراطيه التمثيليه اصبحت غير كافيه، واخا تيمثلوا المنتخبين السكان ما كافيش، خص هذوك السكان حتى هما عطاو المشرع المجتمع المدني دخلوا ولا مؤسسه دستوريه يعني حتى هو يولي يشارك ودخل وعطاك الاليات اخرين باش غادي دير هاد المسائل هادي من بينها ان قال لك اللي شفتيه قادر ياثر في الساكنه وداك الشيء يدخلوا. هذا تيعطي الاختصاص للسيد الرئيس يدخلوا في هذه العمليه ديال التخطيط يتفهم بعدا ما تينو ما داكور نمر الدرجه السيد القائد باش شويه نتواصلوا مع المنتخبين هو اللي مستهدفين. هاي اذا هذه هي العمليه اللي جديده، انه ما بقيناش غادي نجلسوا في واحد البيرو ونقولوا هذاك السيد راه تيمثل السكان وهذاك السيد تيمثل السكان ونحطوا هذا خاص هذا المشروع على الدوار وخاص هذا. ولكن الا سولناهم اعطيكم مثال، انتم الا سولناكم نقول لكم شنو المشاكل ديالي تقبلي تقدر تقولوا لي كاين البطاله الشباب ولا منحات. مثلا سولتكم غير على الشباب ولا دير الشباب يعاني من هادو ماشي مشاكل، هادو تجليات ديال المشكل. ولاحظوا معايا شنو هي الخدمه اللي غادي تخدموا، انه مثلا الهدر المدرسي هو المشكل. حيت السيد الا خرج من الباك ولا خرج من السيزيان ما عنده لا حرفه لا والو، اكيد ملي غادي يخرج من المدرسه غادي يمشي يجلس في راس الزنقه ولا مثلا في الحكومه ولا في السوق ولا، ويقدر الى الحق به واحد اخر يبداو يفكروا يبداو يبانوا حوايج اخرى، هذاك الانحراف وهذاك الشيء مثلا ولا الهجره يتفقوا يخرجوا من البلاد ولا. هادو ماشي مشاكل، هادو تجليات ديال المشكل. المشكل الحقيقي هو انه الناس تيخرجوا بلا من القرايه في السيزيام الباك السانكيام ولا مثلا المهم ما تيكملوش القرا ديالهم. المشكل هو الهدر المدرسي. وشنو هو السبب الثاني ديال هادو هي الهيكله اللي هادو هما الادوات اللي غادي تخدموا بها، وشنو هما اللي خلاهم يخرجوا من القرايه؟ سيدي ما كايناش الطريق، هاد البنت ما كايناش الداخليه، هادي ما كايناش دار الطالبه، هادي ما عندهاش القنطره، تدوز من واحد البلاصه مظلمه، خاصها الطريق. هادو هما المشاريع اللي قال لكم خرجوهم نعرفوا اشنو هما الحاجيات ديال السكان ملي غادي تمشيو للتعليم ومعاكم، لان ما هضرتش قبيله على المصالح الخارجيه، هي ملزمه ماشي بحال السابق، هي ملزمه باش تعطيكم معطيات ومعلومات ومؤشرات. بل اكثر من ذلك ذهب المشرع من خلال يعني هذا المرسوم التنظيمي ديال 3/1/16/2 قال لي اودي راه غادي نعطيوك 30 يوم الى خصك تعطينا المعلومات والوثائق وكل شيء اللي تيهم بالجماعه مثلا ديال ايتو قبلي، لان المنتخب ما عارفش المؤشرات، ما عارفش شحال تيموت ديال الدراري قل من 5 سنين فايتو قبلي، ما عارفش شحال من امراه يعني تتوضع في الشروط اللي هي كذا. اذا هذا مول الصحه هو اللي عارف هاد الحوايج، مول التعليم نفس الشيء هو اللي عارف شحال ديال التلاميذ اللي تيخرجوا، شحال الناس اللي ما تيقراوش، شحال اللي واصله القرايه وما قادرش يقرا. اذا نرجع للمشكل باش تفهموا، هذاك الهضره مدرسه من يجيو السبب غادي يلقى واحد يقول لك ما عنديش باش نقري، شحال هما تيشكلوا في ايتو قبلي هاد الناس اللي ما قادرينش يقريو ولادهم. غادي نقولوا شحال من واحد يقول لك واحد اخر واحد القنطره، كاين واحد الواد تيدي الدراري ما يمكنش انا نصيفط ولادي يقدر يديهم هذاك الواد ولا شي حاجه، شحال هما تيشكلوا. تجيبوا النسب، تجيبوا النسب تيقول لك اودي راه البنت ما يمكنش تسافر مثلا لتاكليفت ولا مثلا القصيبه ولا مهم الجامعات المجاوره اللي فيها الثانويه ولا كذا، راه ما يمكنش تمشي. اذا الى بغيتوا ديروا لينا الطريق ويكون واحد الموان ديال الترونسبور، لان ما ممكنش نبنيو الثانويات في كل جامعه او لا اعداديات او لا مثلا جامعات ولا، ولكن ممكن نقربوها بطريقه ديال التنميه اللي غادي تكتسبوها. اللي عنده الترونسبور بحال اللي عنده النيت الاعداديه ولا الثانويه، وعنده الطريق وعنده دار الطالبه وكاين فين تجلس هذيك البنت ومامنه ما خايفينش عليها. عاده كاين اللي غادي يقول لك اودي شوف البنت ما خصهاش تقرا، خصها تمشي دير يعني دارها وكذا. عادو ثاني مشكل ديال العقليات، ما عارفش بانه المراه راه المغرب مشى فيه بعيد في هذا الشيء ديال المراه، فيه اتفاقيات دوليه اللي خصنا نحترموها حتى في التخطيط ديالنا، خاصه حقوق الطفل والمراه وحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه اللي تتخص المناخ والتغير يعني سيرتو ديال محاربه التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخيه اللي كان المؤتمر ديالهم ضمن المغرب في مراكش
اللي غادي يولي اجر هذا المكان ديك الساعه في باريس. اذا هذه الاتفاقيه تنحترموها، تنحترموا السياسه العامه ديال الدوله، تنحترموا السياسه ديال الجهه اللي ربما الجهه ديالنا بني ملال خنيفرة مشات في الميل والنزعه ديال السياحه والفلاحه. اذا هذا الشيء كامل تتحترموا، تتحترموا السياسه الاقليميه وتديروا انتم هذه السياسه العموميه المحليه ديالكم ولا برنامج عمل ديال الجامعه وفق هذه المنهجيه، انه الا درتوا تشخيص مزيان ما غاديش يبقى حتى واحد عنده ذاك المشكل، وتنقضيو على شحال من حاجه ديال الحزازيات. هذا المرشح ديال الدور وهذا المرشح ويقول الرئيس لا اعطيني هذا، وحيدنا حتى ذاك الحساب الاداري اللي كان تيبتزوا فيه الرئيس ملي تيوصل تيكون واحد الفائض ديال 20 مليون ولا 100 مليون ولا، تيقول لي هذا لا اعطيني هذا لا اعطيني، تيمزقوا ذاك الشيء ما تيوقعش، ما بقيناش تنشوفوا كيفاش عايشين الساكنه ديال تقول. هذا هو التغيير اللي جا. وثانيا انه في الاول نيت كنا كنخدموا بواحد الطريقه، الرئيس شوف شحال في الصندوق ونشوفوا كيفاش غادي نديروا المشاريع. لا دابا تيقول لك الدوله ولا المشرع عطاك الحق، قال لك جيب لي الحاجيات ديالي تقبلي كامله، اشخاص سيتقبلي كامله، حطها هذيك الساعه، هز هذاك شويه اللي عندك دير فيه هذوك المشاريع اللي عندها الطابع الاستعجالي ولا الاولويات، غديروا الاولويات ديالكم. وحتى هذوك المنتخبين ما بقاش غادي يبدا يقول لك لا اعطيني هذيك الحزازيات اللي تنقول لها السياسيه ما غاديش تبقى. علاش؟ لانه واحد مازال ما تيشربش الماء، واحد اخر تيطلب شي حاجه غادي يقتنع هذاك بانه ودي فعلا خصنا نسبقوا هذا اللي باقي ما تيشربش الماء ولا ما عندوش الضوء ولا واد الحار ولا يعني ما نسميه يعني بهذوك الخدمات ديال الشركه. اذا هاد الحوايج هادو هي اللي غادي تجيب لكم جديد، وما بقاش يتبتز الرئيس باش يفرقوا داك الشيء كما قلنا الطريقه القديمه. لا، يقدر تخرج 20 مليار كحاجيات ديالي تقبلي، وكاين اللي غادي يمولها، ولكن الا بنيتيها على الحقيقه والواقع ديال الساكنه ديالي تقبلي. اذا هذه هي الطريقه الجديده. اذا من بعد تديروا هذاك التشخيص وتتخرجوا، لان هذا الشيء باش تنزلوه خص يكونوا الهياكل اللي غادي دير هذا الشيء، واحد الهيكل تيبقوا دور الرئيس، تيكون فيه الرئيس هو الرئيس ديالو النواب ديالو واحد ورؤساء اللجان الدائمه، واحد الهيكل اخر تيكون الموسيق ديالو هو مدير المصالح سي الحسين، تيكون فيه جميع المصالح الخارجيه اللي تشتغل ماشي المصالح الخارجيه ندخلوا حتى ديال البحر ولا لا، تندخلوا هذوك اللي خدامين في التراب ديال الجماعه. المصالح الخارجيه نعيطوا لذاك الطبيب ولا ذاك الانفيرمي ماجور في الصحه في القطاع الاجتماعي، نزيدوا التعليم المدير ديال المدرسه ولا المركزيه اللي عنده علاقه بظروف ديال الساكنه ديالي تقبلي، وتنطلعوا لهم او تنمشيو للمجالات الاقتصاديه. هذاك القدر ديال السكان اللي كاين في اي تقبلي ربما شحال سي حسين 3400، غادي تلقاو واحد الالف عايشه الا مشينا للتنميه الاقتصاديه عايشين بالفلاحه، واحد الالف اخرى عايشين بالكسيبه، هادو مجال اقتصادي هذا قطاع اقتصادي، واحد الالف عايشه مثلا في التجاره، تنتلاقاو معاهم في هذا التشخيص هذا، تنقولوا الفلاحه واش مثلا هادشي اللي تديروا تتنتجوا منه شي حاجه او لا غير غير تتسلكوا ولا لا. الا غادي جلسنا معاهم غادي يقول لنا شنو هما المشاكل اللي عندهم، هذا هو اللي تنقصدوا به التشخيص وتنحولوا لهم. تيجي الرئيس تيدير واحد لا فيزيون، هذيك الرؤيه اللي قلت لكم هذاك الكاب اللي بغينا نمشيو فين باغي نديو اي تقولي، من حق يديرها الرئيس والنواب ديالو، هذه هي اللي تتسمى السياسه، نعطيو الاختيارات غادي ديرها هذه لجنه القياده. هذا اللي تيتراسو السي الحسين هو اللي تيجيب الخدمه، هو اللي تيخرج للدواوير، فيه دواوير الاختصاص اللي تنقولوا هما المصالح الخارجيه، تيعطيو لكم القانون وتيعطيو لكم المساطير وكيفاش تخدم، لان انتم ما غاديش تعرفوا هذا الشيء، غادي تجي تقول لي اعطيني هذه وهي ماشي من الاختصاص مثلا، ولا ما عارفينش تقول لي زيد لي واحد المستوصف، يقول لك اودي راه الا بغا يدار المركز الصحي اخر اشحال ديال السكان اللي خاصي، يعني هو تيكون ذوي الاختصاص تتكتلوا معاه. انتم مجموعين على مول التعليم، مجموعين على مول الصحه، مجموعين على مول الفلاحه، وزياده على الخبره اللي غادي ننقلوها اللي قلناها قبيله غادي تكونوا فيها حنا مثلا الخبراء، غادي ننقلوا لكم هذه الخبره باش توليو تعرفوا ديروا هذه المسائل عبر يعني مجموعه ديال الوسائل اللي قلنا قبيله اللي 40 اليه تقريبا. اذا معكم ذوي الاختصاص، معكم الخبره وليتو تتكسبوها، غادي ديروا لنا واحد التشخيص اللي مزيان وغادي تبنيوا المشاريع ديالكم. ملي تجيبوا هذاك الشيء كامل في القطاع الفلاحي في تربيه المواشي القطاع الاقتصادي عفوا، شفتوا الفلاحه شفتوا التجاره شفتوا الكسيبه، تندوزوا للقطاع الاجتماعي الصحه التعليم السكن الشغل الى اخره، تندوزوا للقطاع الاخر الثقافي العقليات المحاربه الاميه كذا مهم هذا داخل حتى هو في التعليم الى اخره، مجموعه الرياضه الشباب الى اخره، تنجيو ثاني لهذوك الناس اللي عندهم خصوصيات تتسموا التجمعات البؤريه اللي فيها المراه ديالي تقبلي
هنا باش حييت هذوك بعد المنتخبات غادي تزادوا عليهم فعاليات ديال المجتمع المدني، لان ما عمر المراه غادي تعطي المشاكل ديالها الراجل، خص المراه اللي تسول المراه. وحنا تناخذوا هذيك الثقافه ديال العرس، كيفاش تتجمعوا نتوما فايتو قبلي هنا تتحترموه، واش تتخالطوا ولا ما تتخالطوا، تديروا خزانه ديال الرجال والخزانه غادي يدخلوا هذوك المنتخبات وغادي يجيبوا المشاكل ديال المراه ديال ايتو قبلي، والرجال يجيبوا المشاكل ديال هادنا كما قلنا ديال الرجال، ولكن في اطار موضوعاتي يعني في تيماتيك يعني في كل موضوع، في الصحه في التعليم في الفلاحه في نفس الشيء حتى المرأة. عاده هذوك الناس اللي عندهم حاجيات خاصه بحال المعاقين بحال المكفوفين بحال المشردين بحال المهم المسنين، هذوك الناس اللي كبار اللي فايتين 70 سنه الفوق حتى هما تيكونوا عندهم الحاجيات ما ممكنش نحسوا بهم حنا، خص هما اللي يعبروا عليها. علاش؟ انه الطريقه القديمه، علاش قبيله ما بغيش نهضر على السياق، علاش ولات دابا هاد الطريقه جديده؟ فاش قلنا قبيله بانه راه من التنصيص ديال الدستور ديال 2011 حتى الاخر ديالو تيهضر على الديمقراطيه التشاركيه، انه ما بقاش حنا غير الديمقراطيه النيابيه هي صوتنا عليك، ولكن خاص نعاونوك ثاني لان انت بوحدك ما نخليوكش معزول وما غاديش تعرف الحاجيات ديال الناس. وهنا فين غادي يجي التشريع ديال المجتمع المدني واللي مؤسسه دستوريه، واعطاهم الحق يديروا واحد الهيئه، راه عطيت السي حسين باش غادي يعلق الاعلان باش ديروا ديك الهيئه الاستشاريه اللي قلنا اللي تعتبر قوه اقتراحيه وهي استشاريه المجلس، تيكونوا فيها جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات وكذا الفعاليات ديال المجتمع المدني. ملي كنقولوا الفعاليات الناس اللي ممكن ياثروا في السكان، يقدر يكون الفقيه ديال الجامعه، يقدر يكون مثلا الاعيان، يقدر يكون مثلا اي واحد اللي تنشوفوه ممكن ياثر على السكان ندخلوه، ما نخليوش حتى شي وجهه نظر تكون على برا. فهذه ديال الهيئه الاستشاريه وقوه اقتراحيه، وكيكون واحد الهيكل كما قلنا اللي فيه هذوك اللي هضرت معاه، الى جانب دابا نقول كيفاش تتبنى الرؤيه اللي غادي يديرها لجنه القياده، يعني الرئيس او ما نسميه الاختيارات الاستراتيجيه او الاختيارات السياسيه. هنا تيختلف يقدر من هذا الحزب لهذا الحزب او لا من القائد السياسي لهذا القائد السياسي على مستوى الجماعه. ملي تجيب هذوك المشاكل بحال شي صينيه مهيكلين، ها الاسباب ديال المشكل، ها المشكل، ها التجليات ديال المشكل، تيحولوهم نتوما النيت، لان غادي باش يبانوا لينا هذوك الناس اللي تيبغيو غير يهضروا وصافي، يعطيك المشكل ويعطيك الحل ملي تتخرجوا عندهم. اذا هما غادي يتحولوا دوك المشاكل كلهم، ديك الصينيه اللي فيها مثلا 60 مشكل هو الكساء، تنحولوهم للحلول. باش نقضيو على الهضم المدرسي خصنا نبنيو دار الطالبه ونديرو الطريق ونشريو النقل المدرسي جوج ولا ثلاثه وكذا، مهم هذاك هو المشروع. هما تيبانو لك لي زاكسيون، نقضيو على هادي، اذا ما غاديش تبقى عندنا البطاله. وهذوك الناس اللي تيخرجوا الى قدر كاع القدرات ديالو العقليه ما تقدرش تستوعب هاد التكوين الاكاديمي، كاين التكوين المهني وكذا مهم، واشنو غادي نديرو الناس اللي غادي يمشيو للتكوين المهني، واش كاين هنا فين بعيد كذا، ونلقاو لهم حتى هما الحلول ديال لان تعتبروا شباب ديال ايتو قبلي وخص يعني تلبي الحاجيات ديالو. اذا هذه هي مثلا الرؤيه، فاش تيبغي يدير الرئيس الرؤيه مع النواب ديالو ورؤساء اللجان الدائمه تيطرح هذه الاسئله. اول سؤال تيقول اشنو هي الميل ولا النزعه اللي غادي نعطي للجماعه ديال ايتو قبلي؟ واش هاد الطريقة باش عايشين السكان ديال ايتو قبلي باقي خدام أو لا ما خدامش، أو لا خص غير يتطور، أو لا خصنا نغيرو كامل؟ ولكن هنا تنقولو حذاري من التغييرات المفاجئة، لأنه يقدر تنقلب على بالعكس، لأنه يقدر مثلا كانوا خدامين الناس في الفلاحة وتبغي تحيد انت كاع الفلاحة ما تبقاش في ايتو قبلي، راه ممكن يعني يكون التأثير يكون عندها تأثير. ولكن هو عنده الحق يدير هاد الاختيارات، مثلا الكسابه تيشوفهم تيدير واحد المجهود كبير ولكن النتيجه ما كايناش، راه ممكن هذيك النعجه اللي تيخدموا بها الفلاحه يقترح عليهم الرئيس واحد النوع اخر ديال النعجه ولا واحد النوع اخر ديال البقره اللي غادي يديروا نفس القدر ديال الخدمه ولكن ينتجوا منها بزاف. بحال مثلا راه حاليا من خلال المبادرات تشوفوا اغلبيه ديال المناطق تيبدلوا هذيك النعجه ديال الاقليم بهذيك ديال تيم حضيض، وبدات تعطي النتيجه تتولد جوج مرات كذا الى اخره، والى توفرت فيها الشروط والى نشوفوا حتى الفلاحه واش العقليه ديالهم ممكن تغير ولا ما تغير، خص دير برامج ديال التوعيه، نفس الشيء الفلاحه نفس الشيء. اذا هذه هي تجي هذه الاسئله، اشنو هي النزعه اللي غادي نعطيها للجماعه ديال ايتو قبلي مثلا؟ واش نديها في الفلاحه ولا بجوج والسياحه كما قلت الجهه، او لا نزيد فيها تربيه المواشي، او لا ندير فيها منطقه صناعيه مثلا على قد على قد
البيب ديالها يعني. ولكن ملي تنقول المنطقه الصناعيه ماشي المنطقه ديال الصناعه الثقيله، المنطقه الصناعه التقليديه مثلا كاين واحد المنتوج محلي مثلا تيدار شي زربيه ولا جلال ولا مهم شي طريقه اللي ممكن دار الحرفيين حتى هما واحد المنطقه صناعه صناعيه فيتو قبلي، وراه تيحضر معنا الناس ديال المصالح من بين المصالح الخارجيه يعني مصلحه الصناعه التقليديه على المستوى الاقليمي ممكن يفيدكم نفس الشيء في التعاون الوطني الاخير. اذا باش نرجع هذيك الرؤيه تتبنى على هذه الاسئله، اشنو هي النزعه اللي غادي نعطي للجامعه ديال ايتوكولي يعني فين غادي نديها، اشنو الحوايج اللي خصني نطورها مزيانه ولكن خصها غير تطور، اشنو الحوايج اللي خصني نغيرها لان عطاتنا سلوك ديال الكسل والناس تينوضوا مع الصباح وتيشدوا وجههم ما عارفين ما يديروا حتى حاجه يعني انه ما ناشطينش، وهذا اشكال حتى هو خص دير فيه مشاريع وكذا وبرامج باش الناس يوليو كلهم تينتجوا على يعني المستوى، لان المدخل الحقيقي لاي تنميه هو المدخل الاقتصادي. اذا ملي غادي تفرتك هذيك 3000 اللي قلنا لنا سما غادي تعرف اشنو هما الحاجيات ديالهم، غادي تجي تتسهل عليك باش دير هذه الرؤيه هذه. نفس الشيء الشباب، نفس الشيء المراه، نفس الشيء يعني جميع الفئات او المقاطع ديال الفئات الاجتماعيه اللي تتكون الناس ساكنه ديال ايتو قبل. اذا وملي تتبنى هذه الرؤيه تينزلوا هذوك المشاريع تتجي ما نسميه بالميزان والبرمجه، تتولي هي اخر حاجه ماشي كما قلنا في الاول ملي تجيب الحاجيات وتدير لا فيزيون عاده تجي البرمجه والميزانه يعني تتقلب على كيفاش تبرمج، خصك تخرج المحاور الاستراتيجيه هنا فين تتقولوا اللي قلنا اختيار السياسيه ولا استراتيجيه، لان ملي حولت هذوك المشاكل كاملين ولاو دابا حلول او لا من شجره المشاكل تتسمى هذه الاليه الى شجره الاهداف والحلول، غادي تبان لك الهدف العام والهدف الخاص فين قلنا قبيله الرؤيه ويبانوا لك النتائج والمؤشر حتى الميزانيه، هادشي اللي غادي تخرج الميزانيه اللي غتكون من هنا لقدام راه ماشي هذه الميزانيه اللي تتشوفوا فيها دابا، هذه الميزانيه راه تيضحكوا بينا فيها يعني المجتمعات الاخرين المتقدمه، انه الناس تتاخذ الفلوس مثلا ناخذ غير لوكا ديالنا حنا باش ما يتقلق حتى شي واحد، انه الموظفين كاين واحد لوبريك ديال رقم 20 تنبداو نعطيو الموظف هذا مليون هذا مليون ونص هذا 100000، ولكن واش هذا الموظف مثلا مهندس واش مرتبط بمشروع التنموي او لا لا، اذا باش نشوفوا في الاخر واش هذاك الشيء باش تنتخلصوا الموارد لي زونترون كلهم في ذاك المشروع واش هو انجع ولا ماشي انجع، هذا هو العمليه فين هم ملائم يعني انه الا حسبنا الموظفين وحسبنا الفلوس اللي دخلنا في ذاك المشروع وحسبنا الناس اللي تيديروا التتبع والتقييم وفي الاخر نشوفوا هذاك المشروع واش عطانا النتيجه ولا ما عطاناش، غادي تولي الميزانيه حتى بحال ما هو غادي تحط المشروع ويكون المؤشرات ديالو ويكونوا النتائج ديالو في وسط الميزانيه الوثيقه ديال الميزانيه، لان غادي يولي من هنا لقدام راه ربما جربتوها دابا تتصوتوا على المداخل في الاول ومن بعد ملي تتوصلوا للجزء الثاني وهو برنامج عمل ديال الجماعه الا من بعض الاحكام القضائيه يعني اللي غادي تكون الى جانبه في المسائل ديالنا فقط، اما ما باقي كلشي برنامج عمل بصيغه اخرى انه لا يمكن من هنا لقدام انه دير شي مشروع خارج من برنامج عمل الجماعه، جوج الحوايج الا درتي التشخيص مزيان راه كلشي المشاريع غادي تخرجهم كاينين كما قلنا غير حط المشاريع ما يهمكش انت في المسائل ديال التمويل وداكشي هي الطريقه الجديده، ولكن الا مشيتي مثلا ودخلتي ودرتي المشاريع وما خديتيش واحد المشكل كاين في واحد الدوار وما عرفتيش التشخيص عرف انت تنعرفك انا ما درتيش ان بون دياغنوستيك وتتعرفك حتى الجهه وتتعرفك حتى واحد ما يعطيك التاريخ تعرفك بان داكشي اللي حطيتي في برنامج عمل ديالك درتيه على المعزل ديال السكان، علاش باش نتفاداو اولا هاد الديناميه فاش قلنا ديال المجال غادي تحيد لينا هذيك النتيجه اللي هي العزوف وعدم المشاركه وكذا، هذه نتيجه ديال واحد العمل اللي ما ربطناش الساكنه بالمنتخبين ديالها او لا من يمثلها او لا الجماعه كمؤسسه دستوريه، اذا هذه الاولى. الثانيه وانه هذاك السيد اللي غادي تشوفوا داير واحد المسيره كانت تدار بكري في الطريقه القديمه كان واحد ممكن تجيك واحد المسيره تيضغطوا على السيد القايد تيتصل بالسيد العام تيقول لي هذا واحد الدوار خارج راه بغى واحد المشروع وفلان، ولكن ملي تيتنجز ذاك المشروع تلقى واحد اللي مستفد منه ولا جوج، اذا تنعرف انا بان ذاك السيد راه دار واحد العشاء ولا واحد الغداء وعيط لواحد 600 ديال الناس وكلهم وشربهم وغدا حرضهم وجا ودار واحد البرنامج لقينا استفدوا منه جوج الاشخاص، هذاك العمليه ما بقاتش ما غاديش تبقى.